على الصلاة. كمال الانقطاع لرب الكائنات، خضوع وخشوع بآداب الصلاة، فكن عبدا منيبا بآداب الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث عدم اغتنام الفرص، وعلاقة ذلك بصعوبة أو استحالة الخشوع في الصلاة. في الروايات حث كبير على اغتنام الفرص بتعابير وصيغ مختلفة، وهذه الروايات على أنواع. النوع الأول الروايات التي تحث على التعرض لرحمة الله وعدم الأعراض عنه. النوع الثاني الروايات التي تحث على اغتنام الفرص بالعموم، المسارعة في الخيرات بمضمون خير البر عاجله. النوع الثالث الروايات التي تحث على اغتنام فرص معينة بخصوصها، وهي كثيرة جدا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. من النوع الأول من الروايات التي تحث على التعرض لرحمة الله عز وجل عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن لربكم في أيام دهركم نفحات، فتعرضوا له لعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدا. وفي بعض المصادر فتعرضوا لها أي للنفحات. أيضا عنه صلى الله عليه وآله: اطلبوا الخير دهركم كله وتعرضوا لنفحات الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده.
والرواية الثالثة عنه صلى الله عليه وآله: تعرضوا لرحمة الله بما أمركم به من طاعته. وفي الجواب على سؤال ما هي العلاقة بين اغتنام الفرص والقدرة على الخشوع في الصلاة، وما هي العلاقة بين عدم اغتنام الفرص وضعف القدرة أو سلب القدرة على الخشوع في الصلاة؟ الجواب: عدم اغتنام الفرص العظيمة المعبر عنها بنفحات الرحمة الإلهية، عدم التعرض للنفحات الإلهية الرحمانية، يجعل الشخص صاحب